احنا بنعمل ده عندنا هنا. احنا في مدينة زويل الحمد لله دلوقتي الطالب عندنا ممكن يخلص بكالوريوس الهندسة في 162 ساعة معتمدة، ممكن الطالب الشاطر يخلصهم في 4 سنين ونص. العام القادم إن شاء الله هنبقى الدراسة عندنا 144 ساعة، يعني ممكن في 4 سنوات الطالب يقدر يخلص يحصل على درجة بكالوريوس الهندسة إن شاء الله. عنده 21 22 سنة واخد البكالوريوس، 24 مخلص ماجستير، اه بالظبط كده اهو، 27 الدكتور فلان، اي بالظبط كده اهو. دي برضو تبقى حاجة، لأن حضرتك لازم تواكب الثورة الأكاديمية والصناعية في العالم كله، إن لم تتقدم تتقادم. فإحنا we have to lead، يعني نشوف الناس برة بيعملوا إيه، وإحنا الحمد لله خططنا كلها flexible، مرنة جدا، سواء الخطط الأكاديمية بتاعتنا أو حتى منظومة العمل داخل مدينة زويل، هي منظومة عمل مرنة جدا بتتخلص من الروتين وتعقيدات الروتينية.